أصدقائي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم أخوكم محسن. مرحبا بكم أصدقائي في هذا الفيديو الجديد. مهم الدراري في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نستعرض لكم المتجر الغامض كامل. نعم المتجر الغامض كامل قبل النزول ديالو يعني في السيرفر الشرق الأوسط وحتى في السيرفرات الآخرين مثلا يعني منزل، غادي نستعرضو لكم كامل. كذلك نعطيكم الموعد ديال النزول ديالو بالضبط. لكن قبل أخوتي كنتمنى اللي مازال مأبوني فلاشين دابا يتأبونا دابا أخويا، ما غاديش تخسر والو. فكنتمنى أنتي ولا انت اللي كتفرج فينا اول مره تكون من الناس اللي غيوصلونا ل 50000 مشترك. بقى لينا والو الدراري نوصلوا ل 50000 مشترك، علاش لا؟ المهم اخوتي بلا ما نطول لكم بزاف ومكرناش الدراري، الفيديو ان شاء الله يوصل لنا ل 1000 لايك. الدراري 1000 لايك يعني شي حاجه اللي قليله بزاف، نوصلوا ل 1000 لايك وغادي نوصلوا ليها علاش لا. والفضل ديالكم اخوتي، كنتمنى الدعم ديالكم الدراري، والبارطاج بارطاجوا مع صحابكم مع جيرانكم اي واحد كتعرفوا بارطاجي مع الفيديو. المهم اخوتي بلا ما نطول عليكم بزاف، نمشيو مباشره نشرح لكم او نستعرض لكم المتجر الغامض كامل الدراري، كامل كامل يعني من الاول حتى الاخر. وما هي الواجهه اللي غتكون في الاول في متجر التخفيضات؟ يعني غيكونوا عندنا جوج سكنات هادو فقط. كيكون تغيير الدراري في السكنات، يعني السكنات الدراري كيكون فيهم تغيير على حسب كل سيرفر. فمثلا حنايا السكن الاخضر يعني ديجا نزل عندنا، ما غاديش يكون بطبيعه الحال الازرق هو اللي غادي يكون، وقدروا تكون يعني بعض التغييرات الاخرى. لكن اغلب الجوائز اللي كتكون يعني في الاسفل كتكون يعني تقريبا متشابهه، فقط الجوائز الكبرى هي اللي كتختلف الدراري على حسب كل سيرفر. كيف ما كتشوفوا الدراري، هادو هما السكنات اللي غادي يكونوا معنا ان شاء الله. غادي تكون غيكون كذلك السكن ديال اللي كان في سميتو اللي كان بالتوكن ديال هادو ديال الزومبي، حتى هو غيكون فاير، غيكون مع الفاير باس. فاير باس حتى هو كاين الدراري، بزاف الناس كيسولوني على الفاير باس، واش غيكون فاير باس، واش غيكون فاير باس. مؤخرا الدراري قال لنا ولات كتحط فاير باسات، يعني كل ما تجر التخفيض كتحط فاير باس، قليل ما كتحطش فاير باس، يعني ضروري غيكون فاير باس. وهاد التخفيض ان شاء الله غيكون يعني الفاير باس بنسبه 100%. كاين كذلك مجموعه من الرقصات، كاين يعني عندنا سميتو هاد البدله ديال الدكتور اللي حتى هي زوينه الدراري، كانت نزلات في واحد الحدث وغادي يحطوها لنا في متجر التخفيضات. كذلك اخوتي كاين كارطابل، كاين الشخصيه، كاين المهم السياره، رقصه الورده، يعني كانوا بزاف ما لحقوهاش يعني في متجر التخفيضات اللي كان اللي نزلات فيه اول مره، يمكن لهم ياخذوها من هاد المتجر هذا. بالنسبه للسؤال اللي كيطرح ديما كيطرح وعارفو غيتعاود تطرح، واش الوك غيكون في التخفيضات؟ واش الوك غينزل في التخفيضات؟ خويا الوك ما يمكنش ينزل في التخفيضات، لانهم قالوا لنا الوك غيكون عباره عن تخفيض وحطوه في التخفيض، يعني ما غاديش يكون في متجر التخفيضات الدراري، يعني بلا ما تسناو الوك يكون في التخفيضات، هذا الشيء هو اللي غيكون في التخفيضات. المهم اخوتي شيء اخر، بالنسبه اللي غيجي التخفيض يعني 84 80 والفوق، اكيد غندير لكم مسابقه الدراري باش نشحل على الاقل الدراري نشوبي لثلاثه الناس ولا شنايا، نحرقوا لهم يعني المتجر الغامض، نفرحوهم شويه الدراري. المهم اكيد فاش غادي ينزل متجر التخفيضات راه غادي نعلمكم وغادي نقول لكم المسابقه معاش، ونقول لكم كيفاش يمكن لكم تشاركوا في المسابقه. اكيد غنديروا شي حاجه سهله للدراري باش كلشي يقدر يشارك. مسابقات راه كنديرهم يوميا على بيغو لايف، يعني اللي ما عارفش كندير مسابقات يوميا على بيغو لايف، فاي واحد بغى يشارك معنا مرحبا به. فقط اليوم اللي ما غاديش نكون الدراري غادي نرتاح شويه، من بعد في اي واحد مرحبا به الدراري. واكيد في متجر التخفيضات غادي ندير لكم الدراري يعني مسابقه على متجر التخفيضات. بالنسبه للموعد الدراري، الموعد غيكون نهار 24 بالضبط، يعني من بعد 3 ايام، يمكن بقى 3 ايام وغينزل متجر التخفيضات. غير الدراري الجوائز ما يجيش شي واحد من بعد، عارف غيجي شي واحد من بعد غيقول لي لا هاد الجوائز ما تشوفوا تحطوا الجوائز مختلفه اخي، يعني كل سيرفر وكيحطوا لهم شي جوائز مختلفه، لكن هادو ابرز الجوائز اللي غيكونوا او العناصر اللي غادي يكونوا يعني بطاقات الحاضنه ودوك السكنات. فكنتمنوا هذا الشيء هادشي اللي كاين هنا واللي تحط لنا، والصراحه هاد المره حاطين شي حاجه اللي زوينه بزاف، يعني شي حاجه اللي زوينه، شي حاجه اللي خرافيه. المهم اخوتي في الاخير فكنتمنى يكون عجبكم الفيديو، الا عجبكم الفيديو ما تنساوش بارطاجيوه مع اصحابكم مع جيرانكم مع لي زامي ديالكم الدراري. يلا اخوتي بلا ما نطول لكم كثر، تهلاو فراسكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.